Bang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندنا امتحان يوم الحد، وقلنا اللي انا كنت عايز اجمع الناس اللي مش فاهمين حاجة في البايوستاتكس بحيث ان احنا نشرح لهم، لكن في طبعا بعض الطلاب عندها ظروف وكده فمش بتعرف تيجي، وعشان الكل يستفيد فانا قررت ان انا اعمل فيديو اشرح فيه الخمس محاضرات. هبدأهم محاضرة محاضرة واشرحها من الورق اللي انا بكتبه ورا الدكتور اللي انا بنزله لكم على الجروب، تمام؟ وهقول كل محاضرة اللي هشرحها من الورق ده يعني، وان شاء الله اقدر اوصل لكم المعلومه على قد ما اقدر يعني، تمام؟ طبعا احنا هنا في اول محاضره الدكتور كان شرح لنا بس شويه تعريفات بحيث ان احنا هنكمل عليها بعد كده في المحاضرات اللي بعد كده، وبدا يعرفنا يعني ايه اصلا بايوستاتكس، بعد كده قال لنا التقسيمه بتاعته وبدا يدينا شويه ديفينيشن كده على اساس ان احنا بقينا بنستخدمها في المحاضرات اللي بعد كده، هنمشي معاها واحده واحده. هقول كده اول حاجه، هو الدكتور عرف البايوستاتكس اللي هو التحليل الحيوي، تمام؟ وبيقول ده اللي هو العلم اللي بيهتم بالإحصاء الوصفية والإحصاء الكمية، وبدأ يعرف الإحصاء الوصفية والإحصاء الكمية دي عبارة عن إيه، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده. طبعا كل الكلام ده متهيألي مفيش فيه أسئلة خالص، ممكن الواحد بس يقرأه وهيفهمه لوحده يعني. بعد كده بدأ يدينا شوية ديفينيشن، تمام، اللي احنا بقينا بنستخدمها في المحاضرات اللي بعد كده، وطبعا الديفينيشن طبعا مهمة جدا. أول حاجة ادانا البوبيوليشن، بوبيوليشن اللي هو المجتمع، تمام؟ البوبوليشن ده عبارة عن، بيقول لك it is all individuals present in a specific group under study. يعني أنا لو بعمل دراسة في الكلية، تمام، والدراسة دي شملت كل طلاب الكلية، إذا الكلية دي بالنسبة لي أو طلاب الكلية دول بالنسبة لي مجتمع. لكن لو أنا خدت مثلا الفرقة الأولى بس في الكلية وعملت عليها دراسة من جميع فرق الكلية، إذا الفرقة الأولى دي تعتبر إيه؟ تعتبر بالنسبة لي سيمبل، اللي هي العينة اللي هو الديفينيشن رقم 2. يبقى السيمبل ايه هي؟ هي سبسيت اوف بوبيوليشن اندر ستادي، تمام. انا مدي مثلا مثال هنا شارح، قلت مثلا مثال مثلا 100 طالب من طلاب الكليه كلهم. بعد كده تالت ديفينيشن عندي البارامتر. طبعا في عندي بارامتر وستاتكس. البارامتر عندي اللي هو المعامل. طبعا ايه الفرق ما بين البارامتر والستاتكس؟ البارامتر عندي هو it is population value but unknown، تمام، and constant، تمام. انا بقول هو مقياس يصف خاصيه في المجتمع. مثال مثلا الدكتور قاله، قال متوسط الدخل الفرد مثلا في مصر، انا ما اعرفش متوسط دخل الفرد في مصر كام، فبالتالي هعمل عمليه احصائيه بحيث ان انا اعرف متوسط دخل الفرد في مصر. لكن عندي الاستاتكس هو نفس البارامتر، ولكن انا عايز اعرف متوسط دخل الفرد في المدينه بتاعتي انا بس. نفترض مثلا متوسط دخل الفرد مثلا في مصر 3000 جنيه، ومتوسط دخل الفرد مثلا في مدينتي انا 5000 جنيه. فبالتالي هنا التعريف بتاعه كان ايه؟ كان بيقول it is a simple value known، انا اعرفه، وايه and variable، متغير، هو بيتغير من كل مكان لمكان، لكن البارامتر كان ثابت، تمام. نكمل بعد كده الديفينيشن الخامس، simple error اللي هو معامل الخطأ. هو بيقول لك the difference between the parameter and the statics، يعني الفرق ما بين البارامتر والستاتكس. طبعا انا كتبت القانون ده اللي هو 1/n موجب او سالب، تمام. طبعا القانون ده هو الدكتور ما ادهوش، لكن ممكن لعله عسى يديه بعد كده في المحاضرات اللي بعد كده، تمام. بعد كده الفاريبل هو المتغير اللي الناس هتختلف فيه وانا بدرسه. يعني مثلا مثال مثلا سرعه كل شخص في الجري، طبعا انا سرعتي غير سرعه كل واحد، فبالتالي الفاريبل ده اللي هو المتغير اللي انا بستخدمه يعتبر وبعمل عليه التجربه، تمام. بعد كده بدأ الدكتور يقول لنا بقى عندنا في حاجة اسمها random simple random variable اللي هو عينة عشوائية ومتغير عشوائي. طبعا في فرق ما بين العينة العشوائية والمتغير العشوائي. وبدأ بعد كده يقول لنا المتغير العشوائي ده بينقسم لإيه؟ قال لنا بينقسم ل qualitative variable وبينقسم ل quantitative variable. ال qualitative اللي هو الوصفي وال quantitative اللي هو الكمي. بعد كده بدأ برضو يقسم تاني ال quantitative ده لاتنين كمان، اللي هو discrete منفصل و continuous متصل، تمام. ال discrete ده count أنا بقدر أعده، وال continuous أنا مبقدرش أعده، uncountable uncounted. اديت مثلا مثال، لو قلت مثلا المسافة من A ل B فهي خط متصل كله، فبالتالي أنا مش هقدر أعدها، لكن هقدر أقول مثلا 100 متر كلام زي كده، عكس مثلا ما يكون عندي
ورد مثلا، وهقدر اعده اقول مثلا 1 2 3، فبالتالي ده ايه كاونت. بعد كده دخلنا هنا، قال لنا طبعا هو بيدينا كلمات زي كده انا مش فاهم بصراحة الغرض منها ايه، اللي هو ان او اي ار، الان اللي هي نومينال، والاو اللي هي اوردينال، والاي اللي هي انترفال، والار اللي هي ريتيو. بعد كده قال لنا النومينال والاوردينال ده مثال على الكواليتيتيف، والانترفال والريتيو ده مثال على الكوانتيتيف. طبعا انا ده طبعا مش اسئله امتحان خالص، هي بس حاجات تعريفيه كده. بعد كده بدا يقول لنا الداتا والانفورميشن، وقال لنا الفرق ما بين الداتا والانفورميشن. اولا هي الداتا ان اورجنايزد، والانفورميشن اورجنايزد. الفرق بينهم ايه؟ ان الانفورميشن هي المعلومه اللي انا بستخرجها من الداتا، تمام؟ ده الفرق ما بينهم، ان الانفورميشن هي ايه، هي المعلومه اللي انا بستخرجها من الداتا. بعد كده بدا يدينا شويه رموز، ودي طبعا مهمه جدا، لان اتعرفنا بعد كده في باقي المحاضرات احنا بنشتغل ازاي. احنا بنشتغل طبعا كل شويه طبعا على الرموز دي. بدا بعد كده بدا اول باول رمز يقول لنا الاكس، اكس كابيتال اللي هو بارامتر اندر ستادي، والاكس سمول هو valuable number of individuals in symbol. يعني مثلا بقول مثلا اكس 1، اكس 2، اكس 3، اكس 5، يعني الرقم اللي انا المتغير اللي انا عايز ايه اقيسه. عايز اقول مثلا الاكس 5 مثلا تطلع مثلا بكام، اللي هو المتغير الخامس ده هيطلع بكام، تمام؟ وده كله طبعا هيجي طبعا بعد كده. البي كابيتال اللي هي نسبة المجتمع، والبي سمول اللي هي نسبة العينة، اللي هو احتمال في المجتمع هيبقى قد ايه، والاحتمال في العينة هيبقى قد ايه. فبرمز للمجتمع بالبي كابيتال، وبرمز للعينة بالبي سمول. بعد كده في عندي طبعا اف دي انا مش فاهم معناها ايه. بعد كده السيجما، السيجما دي اللي هو او السمشن اللي هو ناتج الجمع. لو قلت مثلا ان انا عندي عايز سيجما اكس زائد 3، تمام، وعبرت مثلا عن الاكس دي، قلت الاكس دي بتساوي من 1 لحد 5، تمام. هجيب السيجما ازاي؟ هفضل اعوض اكس دي من 1 لحد 5، تمام. يعني اقول اول حاجة مثلا اكس بواحد، يبقى اكس بواحد يبقى 1 زائد 3 بـ4، تمام. السيجما دي طبعا اللي هي جمع، اقول زائد. بعد كده اكس باتنين، يبقى 2 زائد 3 بـ5، وهكذا، واقعد اجمع في الاخر واقول يساوي، هشوف يساوي كام، تمام، واشوف الناتج. ده معنى اللي هو السيجما او السمشن. بعد كده دخلنا على علامة السيجما دي بقى، اللي هي علامة الانحراف المعياري دي كده. العلامة دي انا بسميها سيجما، تمام، اسمها علامة السيجما. لكن اللي فوق دي كانت السمشن، تمام، اللي هو جمع. سيجما دي اللي هي اسمها الانحراف المعياري، تمام، اللي هو ستاندرد ديفيجن اوف بوبيوليشن. العلامة اللي تحتيها اللي هي اس سمول او الاس دي، انحراف معياري لكن للعينة. احنا قلنا كده زي ما اتفقنا، زي ما في عندنا نسبة احتمال للمجتمع ونسبة احتمال للعينة، في عندنا برضو انحراف معياري للمجتمع وانحراف معياري للعينة. انحراف المعياري للمجتمع بايه، برمز له بالرمز سيجما، تمام، وانحراف معياري للعينة برمز له بالرمز اس، اللي هو ايه، ستاندرد ديفيجن اوف سامبل. بعد كده السيجما تربيع، دي بتبقى اسمها تباين، هتيجي بعد كده برضو. والاس تربيع برضو اسمها تباين، ولكن السيجما تربيع هي تباين للمجتمع، والاس تربيع هي تباين للعينة، اللي هي variance of population و variance of symbol، تمام. نكمل بعد كده، ادانا برضو حاجة اسمها ميو. الميو ده اللي هو المتوسط، اللي هو المتوسط الحسابي، اللي هو بمعنى أصح المود of population، لكن متوسط حساب المين للمجتمع، تمام، برمز له الرمز ده كده، العلامة اسمها ميو. بعد كده في عندي الاكس بار، تمام، اللي هي برضو متوسط ولكن للعينة للسيمبل، يبقى مود اوف سيمبل. بعد كده انا عدت تاني البي والبي دي، طبعا شرحناها دلوقتي. بعد كده في عندي ان كابيتال وان سمول. الان كابيتال ده عدد المجتمع، والان سمول هو عدد العينة، يبقى number of population number of symbol. بعد كده في حاجة مهمة جدا، ودي متهيألي دي أهم حاجة في المحاضرة دي احنا خدناها، اللي هي الفيكتوريال. علامة الفيكتوريال دي الأول اللي هي علامة المضروب، اللي هو زي ما أنا مثلا مدي مثال كده، الدكتور اداهولنا مثلا في المحاضرة، تمام، قال لنا مضروب 5 بيساوي كام، أو 5 فيكتوريال بيساوي كام. كلمة فيكتوريال دي أصلا معناها إيه؟ أما أقول مثلا 5 فيكتوريال معناها إن أنا أقول 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 وأشوف الناتج هيطلع كام، تمام. يعني أقول مضروب 5 أو أقول 5 فيكتوريال. وراح مدينا هنا كده ملحوظة مهمة جدا، قال لنا إن 0 فيكتوريال بيساوي 1. وبعد كده خلاص كده تعتبر المحاضرة خلصت، المحاضرة الأولانية، تمام. فأنا هنا مدي كذا ملحوظة كده بعرف فيها الفرق ما بين البيبيوليشن والسيمبل،
بقول ان البوبوليشن المقصود بيها العدد الكلي من اجري عليهم الدراسه، اما السيمبل هي جزء من المجتمع، اي جزء من العدد الكلي. تمام، ندي مثلا مثال. قلت لو عايزين نعمل مثلا دراسه لتقديرات الفرق الاولى زي ما انا قلت في مثال قبل كده، لو انا عايز اعمل دراسه على الكليه كلها، لكن هنا لو انا عايز اعمل دراسه على تقديرات الفرق الاولى بس، تمام، وخليت كل الفرق الاولى تشارك عندي، اذا كده الفرق الاولى عندي تعتبر مجتمع. ولكن لو خليت سيكشن واحد بس من سكاشن الفرقه الاولى هو اللي شارك في الاحصاء اللي انا عايز اعمله ده، كده اصبح سيمبل، السكشن ده كده اصبح عينه. تمام، ندخل بعد كده على المحاضره الثانيه. من بدايه هنا بقى بدانا نخش على الشغل بمعنى اصح، والاسئله اللي هتجيلنا في الامتحان. المحاضره الثانيه بدا يدينا، طبعا احنا كنا خدنا الكواليتيتيف والكوانتيتيف في المحاضره الاولانيه، دلوقتي انا لسه قايلهم اللي هو البرزنتيشن اوف فاريبل. تمام، هنا بقى هيديني ايه في المحاضره دي؟ هيدينا التابلر اند والجرافيك، اللي هو شكل الجداول والجراف بتاعها هرسمه ازاي. بعد كده عندنا بقى، في احنا كنا مقسمينهم ايه؟ كنا قسمناهم كواليتيتيف وكوانتيتيف، وصفي وكمي. بعد كده هنبدا نقسم كل واحده فيهم، شكل التيبل بتاعها هيكون ازاي والجراف بتاعها. اول واحده عندي اللي هو الكواليتيتيف، عندها اتنين تيبل اللي هو فريكوانسي تيبل وريليتيف فريكوانسي تيبل. الفريكوانسي تيبل الجراف بتاعه بسميه البار شارت. البار شارت ده اللي هو عبارة عن أعمدة منفصلة زي ما انتم شايفين كده، مش لازقة في بعض. تمام، والريليتيف تيبل عبارة عن اسمه باي شارت، اللي هو عبارة عن دايرة وبقسمها بقى لأجزاء، أجزاء زوايا بمعنى أصح يعني. تمام، بعد كده نخش على الكوانتيتيف، قسمناه برضو لكذا تيبل اللي هما تلاتة، يبقى احنا كده قسمنا الكواليتيتيف لاتنين تيبل، الكوانتيتيف هنا هنقسمه لتلاتة، فريكوانسي ديستريبيوشن وريليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن وكاميوليتيف فريكوانسي. تمام، وهنشوف كل واحدة الجراف بتاعها عامل ازاي. أول واحدة اللي هو فريكوانسي ديستريبيوشن هو عبارة عن هيستوجرام، الهيستوجرام ده عبارة عن أعمدة ولكن متصلة، يبقى الفرق ما بين البار شارت والهيستوجرام إن البار شارت كان أعمدة منفصلة والهيستوجرام هو أعمدة متصلة. بعد كده عندي الريليتيف فريكوانسي، الجراف بتاعه بسميه بوليجون، اللي هو عبارة عن نقط وبوصل النقط دي ببعضيها، يعني أنا هرسمه بدل ما برسم أعمدة بحط نقط بعد كده أعمل أعمدة في الهيستوجرام، لأ هحط نقط في الآخر هوصلها بس كده ببعض بالشكل ده مثلا. تمام، بعد كده عندي الكميوليتيف فريكوانسي، ليه كذا جراف، أول واحد اللي هو الأوجيف أو ستيم أند ليف او 5 نمبر سامري اللي هو البوكس بلوت. تمام، بس احنا في الاول قسمناه لجزئين اللي هو ascending و descending، يعني تصاعدي وتنازلي. تمام، هنشوف بقى كل واحد من الجراف دي شكله ازاي ومثال عليه في المحاضره دي والمحاضره اللي بعديها، لكن هنشوف الاول كام ديفينيشن كده برضو الدكتور برضو اداهم عندنا في المحاضره. تمام، اول حاجه ادانا الاري اللي هو الترتيب. تمام، وهو هنا يعتبر ادانا ascending array، يعتبر اللي هو order of data on ascending manner، ترتيب تصاعدي. بعد كده دي حاجة مهمة جدا 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 اللي هو الرينج، واللي هو تعريفه المدى. الرينج ده انا برمز له بالرمز R، والرينج ده تعريفه هو difference between maximum and minimum value in table، يعني الفرق ما بين اعلى قيمة واقل قيمة في الجدول اللي عندي. تمام، يبقى كده برمز له، قلنا الرينج برمز له بالرمز ار، يبقى الار بتساوي ماكسيمم ناقص المينيمم. تمام، وطبعا شرح هنا تاني بالعربي اهو، اللي هو الفرق ما بين اعلى قيمه واصغر قيمه. بعد كده عندي الكلاس انترفال اللي هو طول الفتره، هو برضو الديفرنس بتوين ابر ليميت اند لور ليميت اوف كلاس. تمام، طبعا في حاجه يعني طبعا هي اسمها كلاس، لو انا عندي ارقام بقسمها لمجموعه من الكلاسات، هنعرف الكلام ده دلوقتي معناه ايه. تمام، بعد كده في عندي ال class lower limit the lower value of that class اللي هو أقل قيمة في ال class تعتبر. بعد كده ال class upper value اللي هو برضو the upper value of the class. بعد كده عندي ال midpoint of the class، ودي طبعا نقطة برضو مهمة جدا اللي هي نقطة المنتصف في كل class. تمام، يعني أنا لو عندي مثلا ال class مثلا من 20 ل 30، إذا نقطة الميد بوينت بتاعته أو النقطة المنتصف بتاعته بتساوي إيه؟ هجمع ال 20 وال 30 وأقسمها على الاتنين، أو بمعنى أصح أشوف الرقم اللي في النص إيه هو، لو حد بيعرف يجيبها بسرعة يعني، اللي هو هقول 20 زائد 30 تمام على 2 هتساوي عندي كام؟ هتساوي عندي طبعًا 25، لأن مجموعهم 50 على 2 فيها ال 25. تمام، هنكمل بعد كده.
بدأنا بقى بعد كده بقى نشوف التقسيمة بتاعتنا الأولانية خالص. احنا قلنا كنا مقسمينهم لكواليتيتيف وكوانتيتيف، وقلنا قسمناهم لتيبل وجراف. هنبدأ بقى نشوف بقى شكل كل تيبل وجراف بتاعه شكله عامل ازاي. تمام، أول حاجة طبعا عندنا كانت الكواليتيتيف اللي هو الوصفي، وقلنا قسمناه لبار شارت وباي شارت. تمام، اللي هو أعمدة ودايرة، البار شارت اللي هو أعمدة منفصلة والباي شارت اللي هو دايرة. تمام، طبعا هنا الدكتور كان ادانا مثال في المحاضرة، وانا طبعا شرحته هنا طبعا على طول. المثال ده كان عبارة عن ان هو كان بيشوف عدد الطلاب اللي لابسين نظارات في اول بنجين. تمام، وبدأ يشوف كام واحد لابس وكام واحد مش لابس، وسمى اللي لابسين مثلا بوزيتيف واللي مش لابسين نيجاتيف. تمام، بعد كده بدأنا نعمل جدول، فبدأ يعد مثلا اول بنجين، وبدأ يشوف طبعا طريقة العد بالطريقة دي اللي هو بيعد مثلا 1 2 3 4 بعد كده 5 وهكذا. طبعا ده كده كان مثال بس على العد اللي هو عده. فاحنا بعد ما عدينا بالطريقة دي، طبعا انا بكتب الطريقة بكتب العد بالطريقة دي بفضل عد، فهو عد بالطريقة دي لحد ما وصل لرقم 27 اللي هو الفريكوانسي. تمام، وعد النيجاتيف طلع برضو 31. لكن في البداية انا نسيت اقول، هو طبعا في الاول عمل جدول بالطريقة دي كده، كتب الجلاسز. تمام، وراح كاتب بوزيتيف ونيجاتيف اللي هو طبعا عايز يعده. بعد كده بدأ يعد. تمام، بعد كده عندي الفريكوانسي اللي هو بقى عدد اللي هو عده طلع كام. طبعا عد في الاول قلنا دي طلعت 27، ده طلع 31، جمعهم في الاخر عشان يعرف طلع 58. ده اللي هو توتال العينة اللي هو قام عليها التجربة، يعني هو خد 58 طالب او طالبة. تمام، وبدأ يعد يشوف كام واحد لابس نظارة وكام واحد مش لابس نظارة بس. فاحنا هنا بقى كده لحد كده، يعني انا لو عديت وجبت الفريكوانسي كده انا برسم ايه؟ برسم البار شارت زي ما انا راسم هنا كده. ده كده فريكوانسي تيبل مثال عليه. يعني انا لما احب ارسم فريكوانسي تيبل بعمل ايه؟ بشوف الحاجه اللي انا عايز اعمل عليها اللي هي مثلا البوزيتيف والنيجاتيف بتاع الجلاسز، حد لابس نظاره ولا لا، وابدا اعد بالطريقه دي. تمام، بعد كده اكتب الفريكوانسي بتاعه بتاعي واجمعهم عشان اتاكد لو انا هو مثلا مديني مثلا عينه 60 مثلا، وانا عملت الفريكوانسي طلع عندي اقل من 60، يبقى انا كده عديت غلط. لازم يطلع عندي الفريكوانسي نفس عدد العينه اللي انا عملت عليها التجربه. تمام، فهبدا اعمل هنا كده رسم بياني، واي اكسس واكس اكسس. تمام كده، وبعد كده هكتب تحت هنا البوزيتيف والنيجاتيف، وهشوف هنا طبعا عندي 27 و31، فانا رحت عامل 27 و31. البوزيتيف عندي كان هو 27، طلعت عمود لحد ما وصل ل 27، والنيجاتيف لحد 31 طلعت عمود برضو بنفس الكلام، وهم زي ما انتم شايفين كده منفصلين عن بعض. تمام، وطبعا انا هنا بكتب تصاعدي، يعني لو نفترض مثلا عندي كذا حاجه تانية. تمام، برتب الايه الترتيب بتاعي، برتبه تصاعدي زي ما انتم شايفين كده، بقول ايه ascending order. تمام، بعد كده دخلنا هنا، لو انا بقى كملت الجدول وكتبت relative frequency table. تمام، بعمل ايه؟ بحسب الاول النسبه المئويه. طبعا انا عندي هنا هم 58 طالب، فبروح جايب ايه، بحسب النسبه المئويه ازاي؟ هروح جايب 27 تمام على العدد الكلي اللي هو 58 واضرب في 100. تمام، هيديني النسبه المئويه. في اول واحده طلعت لي نسبه مئويه تقدر ب 48%، وتاني واحد طلع لي نسبه مئويه تقدر بكام؟ ب 52%. بعد ما اجيب النسبه المئويه بالطريقه اللي انا قلتها دي، اللي هو انا بقول الفريكوانسي على التوتال بتاعي واضربه في 100 يديني النسبه المئويه على طول. بعد ما اجيب النسبه المئويه هجيب الانجل، طبعا لان انا عندي الباي شارت هو عباره عن دايره، فالدايره دي طبعا عباره عن مجموع قياسات الدايره طبعا 360 درجه. تمام، فبالتالي ليها زاويه، فعايز اعرف مقدار الزاويه دي قد ايه. فالنسبه المئويه اللي انا طلعتها دي اللي هي 48 على 100 هضربها في 360 اللي هو مجموع قياسات زوايا الدايره، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي مقدار زاويه طبعا معينه هرسمها. طبعا هو قال في الامتحان انا مش هجيب لكم طبعا باي شورت خالص، لان مش هنخش الامتحان طبعا بمنقله يعني، بس لكن هي دي كده ايه للمعرفه. بعد كده بدأ بقى دخلنا على كده ايه على الجزء التاني. احنا خلصنا فوق كده الكواليتيتيف، هنخش بقى على الكوانتيتيف. تمام، اللي احنا كنا مقسمينه لثلاثه تيبل اللي هو فريكوانسي ديستريبيوشن وريليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن وكوميوليتيف. تمام، طبعا فيها طبعا ملحوظه الدكتور كان قالها اللي هو كل ما تزيد العينه تميل الى الصحه. بمعنى ايه كل ما تزيد العينه تميل الى الصحه؟ يعني انا مثلا لو عملت تجربه على الدفعه بتاعتنا مثلا، وعملت التجربه دي مثلا على 10 بس، هل ال 10 دول يمثلوا 700 طالب اللي عندنا في الدفعه؟ وهل كده العينه دي او الناتج بتاعي هيكون صحيح 100%؟ اكيد لا طبعا. لكن لو عملت مثلا التجربه دي مثلا على 100 مثلا في الدفعه من ال 700، فكده العدد كبير جدا، فتعتبر
النسب اللي هتطلع لي او القيم اللي هتطلع لي من الدراسه اللي انا عملتها دي تعتبر اقرب الى الصحه، لان انا عملتها على عدد كبير جدا من الطلاب. تمام، وادانا قال لنا ايه، ان يعتبر افضل يبدا العينه تكون مضبوطه لو انا عملت من 30 فاكثر، يعني على عينه مكونه من 30 واحد فاكثر كده تعتبر ايه الدراسه هتبدا تخش في نطاق الصحه يعني. تمام، هنبدا بقى بعد كده في الكوانتيتيف نشوف الدنيا بتاعته عامله ازاي. هو هنا بدأ لنا كده اما احب اشتغل فريكوانسي ديستريبيوشن، قال لنا اول حاجه لازم اجيب الرينج، ولحد لازم احدد عدد الكلاسز، ولازم اجيب الكلاس انترفل. طبعا هو هنا كان مدينا مثال، نشوف الاول المثال بعد كده اشرح الكلام ده. تمام، المثال هنا زي ما انا بقول كده، طبعا الدكتور كان مدينا مثال في المحاضره على 15 عينه او 15 رقم، الارقام دي ما بين 191 ل 139، يعني كان كتب ارقام عشوائيه ما بين الارقام دي ما بين 191 ل 139، كانوا 15 رقم، وكان عايزنا نعملهم على طريق تيبل. تمام، اللي هو فريكوانسي تيبل يعني. فطبيعي في الاول لازم اعمل ايه بقى، هيمشي بقى الخطوات اللي انا كتبتها فوق دي، اللي هي اول حاجه اجيب الرينج اللي هو ماكسيمم ناقص المينيمم، واحدد عدد الكلاسز، واحدد الكلاس انترفل. الماكسيمم والمينيمم ده هحدده ازاي؟ طبعا احنا قلنا الدكتور كان مدينا الارقام ما بين 191 ل 139، فجبت اعلى قيمه اللي هي الماكسيمم 191 ناقص المينيمم اللي هي 139، طلع عندي كام؟ 52. يبقى ده كده مقدار المدى عندي. وقلنا ان الدكتور كان مدينا عدد الارقام هم 15 رقم بس، فانا عايز احدد عدد الكلاسز، عايز احطهم على شكل كلاسات. تمام، طيب الكلاسز دي هحددها ازاي او احدد عددها ازاي؟ ادانا قانون في المحاضره بيقول 2 اس كي اكبر من ان. طبعا ال n ده زي ما قلنا n سمول اللي هو عدد العينه. تمام، ال k دي اللي هو عدد الكلاسز، لازم عندي 2 اس كي او 2 اس عدد الكلاسز يطلع اكبر عندي من ايه، من عدد العينه اللي عندي. يعني انا عندي عدد العينه هو 15. تمام، فانا عايز اعرف عدد الكلاسز، يبقى انا لازم اجيب 2 اس رقم لازم يطلع اكبر من 15. فانا عندي مثلا لو قلت 2 اس 3، 2 اس 3 8، فهل ال 8 عندي اكبر من ال 15 اللي هو عدد ال n؟ فده برضو كلام، فده كلام غلط. لكن هزود مثلا لو اعتبرت مثلا ان الكيني مثلا ب 4، لو قلت 2 اس 4 ب 16، فعندي ال 16 هتكون اكبر من ال 15 اللي هو عدد العينه اصلا، فكده ينفع اعتبر ال 4 دي عدد الكلاسات، وابدا اقسم الكلاسات الكلاس لاربع كلاسات. تمام، زي ما انا كده عملت هنا، قسمتهم كده لاربع كلاسات زي ما انتم شايفين. لكن عندي هنا بعد كده بقى في حاجه اسمها الكلاس انترفل، اللي هو المسافه بين كل كلاس لكلاس. تعتبر الكلاس انترفل ده بيعتبر ايه، بجيبه ازاي؟ بقول الرينج اللي انا طلعته فوق اللي هو 52 على الكي اللي انا برضو لسه حاسبها دلوقتي. طبعا احنا حسبنا الكي طبعا ب 4 زي ما انتم شايفين كده. تمام، فقلت 52 على 4 ب 13، يعني انا كل من كل كلاس لكلاس هبدا ازود بعد 13 رقم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اقول مثلا الكلاس الاولاني طبعا اصغر رقم عندي اللي هو المينيمم ببدا بيه، يبقى 139 زائد 13 بيساوي 152، يبقى انا كده اول كلاس عندي 139 ل 152. تمام، وهكذا بمسك كل رقم ازود عليه ايه 13، من 152 ازود عليه 13 هيديني 165، وهكذا لحد ما اخلص ايه الاربع كلاسات بتاعتي. تمام، نيجي تاني نشرح تاني المساله بطريقه تانيه هنا. تمام، قلت انا هنا كده اول حاجه حسبنا المدى اللي هو الرينج. تمام، وحسبنا عدد الكلاسز عن طريق القانون ده اللي انا لسه شارحه. تمام، بحيث ان 2 اس او اللي هي باور يعني عدد الكلاسز اكبر من عدد العينه. تمام، اللي هو 2 اس كي او 2 باور كي اكبر من 15، فبالتالي لازم الكي تكون اكبر من 4، لان 2 اس 4 بتساوي 16، فبالتالي قلت 16 هتكون اكبر من 15، فبالتالي ينفع اعوض عن كي ب 4. تمام، بعد كده رقم 3 زي ما قلت قسمنا قيمه المدى على الرينج، قسمنا قيمه المدى قصدي عفوا اللي هي الرينج على الكي عدد الكلاسز عشان نعرف نقسم الاربع مجموعات، وقسمناهم طبعا زي ما انتوا شفتوا. بعد كده هبدا احط الكلام ده بقى في جدول. اول حاجه طبعا انا كتبت جدول كده فيه الكلاسز، بعد كده التوتال اللي هو العدد اللي انا هقعد اعده يعني. تمام، لان انا بقسم كلاسز ليه اصلا؟ هو مديني 15 رقم عشوائيين وانا عايز احطهم على صوره رسمه، فبالتالي لازم بقسم الحاجات دي الكلاسات بحيث ان انا اعرف اعوضها كده زي ما انتوا شايفين كده في الرسمه. هنا كده زي ما انتوا شايفين كده قسمت الكلاسات اربع كلاسات بحيث ان انا اعرف اقسمها اعمده عشان تكون اسهل للنظر يعني. وهبدا اعد عندي الارقام دي، الارقام اللي ما بين 139 ل 152 كام رقم من ال 15 وهكذا. فانا عملت جدول كتبت كده كلاسز، بعد كده التوتال والفريكوانسي والريليتيف فريكوانسي. تمام،
عندي بقى لو انا كده جيت بدأت قسمته طبعا لاربعة وعديت، بعد ما عديت طلع عندي في اول الارقام ما بين 139 ل 152 طلعوا فريكوانسي اربعة بس، ومن 152 ل 165 طلعوا خمسة، ومن 165 ل 178 طلعوا اتنين، ومن 178 ل 191 طلعوا اربعة. لو جيت جمعتهم طلعوا 15 رقم، وهو الدكتور كان مدينا فعلا 15 رقم، يبقى اذا كده انا ايه ماشي صح. تمام، برضو زي ما عملنا في البار شارت قبل كده، لو انا كده لحد هنا كده كده انا ايه انا في الريليتيف فريكوانسي بس، اللي هو هرسم اعمده. تمام، بالشكل ده عملت كده الكلاسز، اربع كلاسات اهو. تمام، بعد كده اول واحد عندي طلع كام؟ طلع اربعة، والتاني عندي طلع خمسة، والتالت طلع اتنين، والاخير طلع اربعة. تمام، انا شكلي في عندي غلط باين. تمام، في الرسم هنا احنا اول واحدة عندي طلعت كام؟ طلعت اربعة. تمام، فانا برسم لحد ما اوصل للاربعة، وهنا طلعت عندي خمسة، رسمت لحد ما اوصل للخمسة، وهنا عندي طلع اتنين، وهنا عندي طلع برضو أربعة، فأنا رسمها غلط باين. ما علينا، طبعا في برضو عندي برضو غلط تاني. أنا قلت إن أنا برسم ascending، برسم الرسم من الصغير للكبير، فأنا طبعا هرتبهم، طبعا مش هبدأ كده خالص. يعني مثلا هبدأ أول حاجة بالاتنين، يعني هكتب هنا من 165 ل 178 هنا في الأول. تمام، وأرسم أطلع كده لحد الاتنين. تمام كده بالشكل ده. بعد كده في عندي إيه أربعة وأربعة، هبدأ مثلا من 139 ل 152 هكتبها هنا، بعد كده أطلع عندي لحد الأربعة بالشكل ده. تمام، بعد كده عندي الكلاس الرابع اللي هو من 178 ل 191 برضو هكتبه هنا كده، وأطلع برضو لحد الأربعة. تمام، والكلاس الأخير عندي اللي هو طالع لحد الخمسة هكتبه، اللي هو من 152 ل 165 هكتبه هنا برضو، وبعد كده أطلع فيه لحد الخمسة. تمام، وهيبقى الشكل ده مثلا اللي هو شكل ascending. تمام، بس كده. طب لو انا عايز اخش بقى على الـ relative frequency اللي هو الجزء التاني، طبعا احنا قلنا ان احنا كنا مقسمينهم ثلاثة table، frequency وبعد كده relative frequency وبعد كده ايه الـ cumulative. تمام، الـ relative frequency ده بقى بعمل فيه ايه؟ نفس ما انا عملت برضو قبل كده في الـ pie chart. الـ pie chart كانت بتبقى دايرة، لكن هنا مش دايرة بقى، هنا انا ايه هتعتبر نقط. تمام، فالنقط عندي دي كده، يعني همثل لو قلت مثلا عندي وصل مثلا لاتنين هروح رمز لها مثلا بنقطة، وصل لأربعة برضو بنقطة، هنا برضو بأربعة بنقطة. تمام، والتاني كان وصل لخمسة، هروح موصل النقط دي كده ببعضيها، تبقى مثلا بالشكل ده كده. تمام، يبقى هو ده كده شكل الرسم بتاعي. تمام، ده كده كان اسمه اللي هو البوليجون. تمام، اللي هو بتاع ال relative frequency. طيب بعد كده بقى لو أنا مثلا حبيت أرسم الأوجيف، تمام، طبعا الدكتور هنا راح معوض عليه بالشكل ده، معلش عذرا. طبعا الدكتور راح معوض عليه بالشكل ده اللي هو الكلاسز، بعد كده ascending اللي هو الأرقام الأصغر من 152، بعد كده الأرقام الأصغر من 165، والأرقام الأصغر من 178، والأرقام الأصغر من 191، وبدأ يعد يشوف هي كام رقم. تمام، وزي ما انتم شايفين كده، يعني الأرقام الأصغر عندي من 152 كانت أربع أرقام، والأرقام الأصغر من 165 كانت خمسة زائد الأربعة، فبالتالي كانوا تسعة، والأصغر من 178 كانوا مجموع ده كله مع بعض، تمام، اللي هما كانوا 11 رقم، والأصغر من 191 طبعا كل الأرقام اللي هما 15 رقم. والأوجيف ده برسمه إزاي؟ هو عبارة عن رسمة خط مستقيم، طبعا تعتبر ده رسمة الأوجيف. نكمل بقى بعد كده. بعد كده الدكتور طبعا ادانا assignment. ال assignment ده عبارة عن 25 طالب بدرجاتهم excellent و good و very good و bad و weak. تمام، اللي هما الخمسة دول كده زي ما انتوا شايفين. وقال لنا ايه ده كان طبعا ال assignment اللي هو ال assignment الأول. تمام، طبعا احنا عملنا ايه، بدأ طبعا أشوف الرموز دي الأول، عرفها اللي هو ال W اللي هو ال weak وال B اللي هو ال bad. طبعا ده كان السؤال اللي هو طبعا من دي، ودي كده عدد ال عدد النتائج. قال لنا اعملوها على بريتو شورت اللي هو بار شورت. تمام، طبعا هو طالما طالب بار شورت يبقى انا كده ايه هي كميه وصفيه مش كميه، يعني دي كده كواليتيتيف فاريبل. تمام، استنتج من كده ان انا هحسب كلاسز بس واعدها، مش هعمل بقى وري ريليتيف فريكوانسي ولا اي حاجه. تمام، فان انا رحت اعمل ايه، رحت مقسمهم كده المارك، رحت مقسم اول حاجه ويك، بعد كده باث، بعد كده جود فيري جود اكسلنت، بدات اعد
كام واحد عندي طلع ويك؟ طلعوا 4، تمام. يعني انا كده قلت مثلا الويك، بدأت كده عد اشوف كام واحد عندي هنا ويك، ادي كده 1 2 3 4، تمام. فده كده كان العدد بتاعي، بدأت اعد واكتب هنا في الفريكوانسي. والباث برضو نفس الكلام، بعد ما خلصت ده كله قعدت جمعت كل الفريكوانسي بتاعي كام، لقيته 25. اذا كده نفس عدد العينه اللي هو مداني كده، يبقى انا ماشي صح. بعد كده رحت طبعا جايب راسم واي اكسس واكس اكسس، تمام. ورحت كاتب بقى، اما جيت كتبت تحت هنا، انا هنا كده كتبت صح اهو، اللي انا ايه مهمنيش بقى انا ماشي ازاي، من بادئ من الدبليو ولا بادئ ازاي، لكن شفت برتب عن طريق اسندنج، تمام. فاول اصغر حاجه عندي طلعت كام، كانت الاكسلنت، تمام، اللي هي 3، فروحت بادئ بيها اول حاجه. بعد كده عندي كان الويك طلع ب4 زي ما انتم شايفين كده، تمام. بدات بيه تاني حاجه، والباث والفيري جود اتساوا مع بعض 5 5. بعد كده الجود كانت اكتر حاجه اللي هم جايبين 8، ورسمت طبعا بالطريقه دي. دي كده الايه البار شارت، هي اسندنج اوردر، تمام. بعد كده نخش بقى على المحاضره رقم 3. هنا في المحاضره رقم 3 الدكتور بقى بدا بقى يعتبر بدا يخش بقى في التقيل شويه، تمام، اللي هو نيوميركال بريزنتيشن اوف داتا. طبعا ده متقسم لاثنين، سنترال تندنسي ديسبريشن، تمام. السنترال تندنسي ده عباره عن 3 حاجات، الميديان اللي هو المتوسط، والمود اللي هو المنوال. طبعا في حاجات في برضو حاجه تاني اللي هي المين، تمام، المين اللي هو المتوسط الحسابي. ولكن قبل ده كله في حاجة احنا لسه ما خلصناهاش طبعا، طبعا المحاضرة اللي فاتت، اللي هو الايه الاستيمان ليف و البوكس بلوت، تمام. طبعا هو الدكتور طبعا كان بادئ كده، بعد كده راح ايه راح مسترجع من المحاضرة اللي فاتت الجزئين اللي هما كانوا شرحهم، تمام، اللي هما كانوا دول، نفتكرهم كده مع بعض. احنا قلنا هنا في المحاضرة التانية دي كان مدينا التقسيم عاملة ازاي، احنا شرحنا الهيستوجرام وشرحنا البوليجون وشرحنا الاوجيف، بقينا الستيم والايه والبروكس بلوت. حلو كده، تمام. بدأ بقى الدكتور بقى يشرحهم، تمام، وادانا اكسامبل على طول، ادانا مجموعة من الافكار، افكار الحلب عددهم متهيألي برضو مش فاكر عددهم كام، لكن هي دي مثلا، هو دي الارقام اللي هو كان مديها. وعايزنا نعملهم ستيم ليف، ستيم اللي هي عشرات والليف اللي هي الاحاد، تمام. بدأت اشوف كده الارقام، ارقام الاستيم اللي هي عشرات، تمام، اللي هو مثلا 1، كتبت الواحد وشفت قدامه الارقام اللي بتبدا بالواحد كام رقم، ادي 1 2 رقمين بس، فكتبت الواحد في خانه العشرات، وشفت الاحاد 5 و7 ف5 بعد كده 7، تمام. برضو كذلك الارقام اللي بتبدا ب2 اللي هي العشرين، العشرينات تعتبر علمتها كده كلها، وكتبت الاتنين في خانه الاستيم اللي هي العشرات، وبدات اكتب الليف اللي هو الأحاد بتاع كل رقم، يعني هنا 20 الأحاد بتاعه 0، وهكذا لحد ما إيه لحد ما خلصت لحد الآخر يعني، تمام. بعد كده بدأ الدكتور يدينا قال لنا أنواع الفيجر، تمام. في حاجة اسمها سيمتريك في المنتصف، وفي اللي بتميل إلى الأرقام الصغيرة سكويت تو ليف وسكويت رايت، اللي بتميل للأرقام الكبيرة، تمام. طبعا الفايدة منها إيه برضو أنا مش عارف. بعد كده بدأ يكمل لنا البوكس بلوت ده عبارة عن إيه، تمام. البوكس بلوت ده عبارة عن اللي هو بيديك مثلا أرقام وبيقول لك هات لي الربع الرابع أو الربع التاني أو التالت، مش شرط طبعا كلمة الربع، يقول لك مثلا هات لي العشر، هات لي التمن، هات لي هات لي العدد المئوي مثلا التاني التالت، حاجة زي كده يعني. فهو الترتيب بتاعه هيبقى ماشي بالطريقة دي، أول حاجة هرتب الأرقام اللي هو بيديها لي تصاعدي، بعد كده أحدد المينيمم وأحدد الماكسيمم، بعد كده أجيب الارقام اللي هو عايزها اللي هو الربع الاول والربع الثاني او الربع الثالث، طبعا هو كان عايز كان عايز ارباع. بعد كده اجيب الانتر كوارتر رينج، تمام. قلت هنا عرفت تاني، قلت برضو ان الكيو دي بترمز الى الربع اللي هو الكوارتر، تمام، لكن ممكن هو يكون عايز العشر اللي هو الديسل، او عايز المئوي اللي هو الايه البريزنتال. مثال مثلا كان مدينا مجموعه ابكار الحلب اللي في المثال السابق برضو، عددهم 15، عدد الأفكار اللي هو 15 طبعا، إن اللي هو عدد الأفكار أو عدد العينة، هرتبهم الأول طبعا تصاعدي، يبقى 15 17 وهكذا لحد أكبر رقم اللي هو 102 اللي هو 52. بعد كده هحدد الماكسيموم والمينيموم، المينيموم عندي 15 اللي هو أول الأرقام، والماكسيموم عندي اللي هو 52 اللي هو آخر الأرقام، تمام.
بعد كده بقى حدد الكيو اللي هو عايزها، كان مدينا القانون ده ان زائد واحد ضرب اكس على 4. طبعا الكيو دي اللي هي رمز الربع اللي هو عايزه، كيو اكس، تمام. ممكن طبعا اعوض عن الكيو دي، ممكن مثلا تكون دي اكس لو هو مثلا عايز مثلا الديس اللي هو العشر، تمام، او ممكن تكون بي اكس لو هو عايز مثلا المئوي، حاجات زي كده يعني، تمام. فده كده رمز. وان زائد واحد ده برضو ثابت، ان اللي هو عدد العينة هزود عليها واحد ضرب الاكس اللي هو الرقم اللي انا عايزه برضو، قسمة بقى قسمة هو عشان عايز الربع انا قسمت على 4، لكن لو كان عايز مثلا 10 كنت قسمت مثلا على 10، ولو كان عايز مثلا نسبة مئوية او مئوي كنت قسمت على 100، وهكذا طبعا بتختلف يعني، تمام. فهو هنا كان عايز منا الكيو 1 وكيو 2 وكيو 3 اللي هو الربع الاول والتاني والتالت. فهبدأ طبعا اقول ان زائد 1 ضرب ربع، لان 4 دي اللي هي الربع طبعا، فاقول 15 زائد 1 ضرب ربع هتساوي 4. الاربعة دي مش القيمة، الاربعة دي الرقم، رقم 4، تمام. فده طبعا الاختلاف الغريب يعني، اللي انا هنا كده بحدد عشان اجيب احدد الرقم، هو الرقم ده فين يعني. انا كده كيو واحد ده عايز اشوف كيو واحد ده هو فين وسط الارقام دي، فبالتالي انا برتب الاول تصاعدي عشان اعرف اعد بعد كده. بعد ما طلع عندي الناتج طلع ب4، فهعد كده الارقام انهي هو الرقم الرابع عندي. ادي 1 2 3 4، يبقى اذا هو ده الرقم الرابع اللي هو يطلع رقم 23، تمام. وهكذا ببدا اجيب برضو كيو 2، بعوض بكتب كيو 2 يبقى الاكس عندي ب2، فعوضت عن الاكس ب2 هيطلع عندي ب8. وهكذا برضو كيو 3 هيطلع عندي ب12. بعد كده ابدا اشوف كل كيو قصادها بيساوي ايه، يعني مثلا كيو 4 اذا اعد الارقام لحد ما اوصل للرقم الرابع في الترتيب اللي انا رتبته، هيطلع طبعا رقم 23 زي ما انا لسه عملته دلوقتي. وكيو 2 اللي هي كانت ب8 هعد لحد ما اوصل للرقم 8 اللي هو كان الرقم الثامن قصدي، اللي هو طلع 33، وهكذا، تمام. ده كده ايه البوكس بلوت. نخش بعد كده بقى طبعا نجيب بقى الاجزاء الباقيه اللي هو قلنا الرينج. الرينج عندي اللي هو عباره عن الماكسيمم ناقص المينيموم، تمام، اللي هو 52 ناقص 15 طلع عندي 37. بعد كده عندي هجيب الانتر كوارتير رينج اللي هو الفرق ما بين الارباع، بمعنى اصح الرينج بتاع الفرق الرينج بتاع كل ربع منهم، اللي هو الربع الكبير ناقص الربع الصغير. هو كان مدينا 3 ارباع، عايز كيو 1 وكيو 2 وكيو 3، فهشوف اكبر رقم فيهم كام اللي هو كان كيو 3 ناقص اصغر رقم فيهم اللي هو كان كيو 1، يبقى 41 ناقص 23 طلع عندي ب 18، تمام. بعد كده عندي بقى هرسم الكلام ده اللي هو سيمتريك سكودو تو ليف اند ليفت، شوف هو بيروح ليمين واليسار ازاي. طبعا انا عندي الارقام كانت من 15 لحد 52، فرسمتها كده مثلا بالخط ده بطريقه عشوائيه. بعد كده عندي كيو 1 قلنا طلعت ب 23، عملت عندها خط، واللي طلع ب 33 اللي كانت كيو 2، و41 كانت كيو 3، ورسمتها بالطريقه دي، وقلت ان ال 15 كانت المينيموم بتاعتي، تمام، وال 52 كانت الماكسيموم. بعد كده الدكتور اعطانا قيم وعايز يعرف هل هي في نطاق السيمتريك ده ولا مش في نطاقه، تمام. وفي الحاله دي قلنا بستخدم بقى القانون بتاع الليف اوت لير والرايت اوت لير، اللي هو عباره عن كيو 1 وكيو 3 لان هم اول قيمه او اصغر قيمه أو اعلى قيمه اللي هي المينيمم والماكسيمم يعني. المينيمم بتاعي اللي هي كانت كيو 1 هنقص منها 1.5 ضرب اي كيو ار، الاي كيو ار دي اللي هي قيمه الرينج اللي انا طلعته، تمام، والكيو 3 اللي هي الماكسيمم زائد 1.5 ضرب الاي كيو ار اللي هو الرينج برضو اللي انا طلعته، واشوف برضو الناتج هيطلع عندي كام. ملحوظه زي ما قلنا مش شرط ربع اللي هي كيو، ممكن يكون عشر بالرمز دي او مئوي بالرمز بي، تمام، او اي حاجه تانية على حسب طبعا الدكتور عايز يدينا ايه. كان مدينا بقى الارقام ايه هي، كان مدينا 7 كيلو و90 كيلو، عايزنا نختبرهم نشوف هل هما في نطاق السيمتريك ده ولا لا، تمام. طبعا احنا قلنا هنا ان الكيو 1 كان ب 23 والكيو 3 كان ب 41، والاي كيو ار قلنا اللي هي الرينج اللي انا كنت مطلعها ب 48. وابدا بقى اعوض، يبقى اقول كده كيو 1 ناقص 1.5 ضرب اي كيو ار اللي هي 23 ناقص 1.5 ضرب 18، واشوف طلعت عندي بسالب 4. هل السبعه كده في السيمتريك بتاعي؟ اكيد لا، لان عندي طلع سالب 4، وسالب 4 عندي اصلا مش داخل النطاق
بتاع الرسم بتاعي خالص، ان الارقام عندي كانت واقفه عند 15. تمام. بعد كده الرايت اوت لاير اللي هي كيو 3 ناقص 1.5 اي كيو ار. معلش هنا طبعا انا كاتب القانون برضو، فيه برضو سنه انا كاتب القانون غلط ومعوض صح. تمام. فهنا هقول رايت اوت لاير اللي هو كيو 3 زائد 1.5 اي كيو ار، يبقى 41 زائد 1.5 ضرب 18 اللي هي طلعت عندي 68. هل عندي ال 68 دي؟ طبعا كانت 90 اكبر من 68، يبقى اذا 90 دي اوت لاير، وهي اصلا ال 68 برضو مش داخل نطاق السيمتري بتاعي لان اخره كان 52، فبالتالي برضو غلط. طبعا الجزئيه دي انا ذات نفسي مش فاهمها قوي، مش فاهم قصده ايه بيها يعني. تمام. بعد كده بدأ دخل بقى في المحاضرة رقم 3 اللي هو السنترال تندنسي اللي احنا كنا مدينا هنا في الأول. التقسيمة دي سنترال تندنسي اللي هو كانت ميديان ومود ومين اللي هو المتوسط الحسابي. تمام. بدأت تاني نقولهم اهو. السنترال تندنسي بارامتر قلنا مقسمينهم لثلاث حاجات، اللي هو ايه، كان المين اللي هو المتوسط الحسابي، والميديان اللي هو الوسيط، والمود اللي هو المنوال. بدأنا بأول حاجة اللي هو المين. المين ده قسمناه ل ungroup data و group data. تمام. بمعنى ايه ungroup data و group data؟ الجروب data اللي هي بقسمها ل table واجيب ليها الكلاسز، ال ungroup data اللي هي عبارة عن ارقام عشوائية وايه وببدأ اقسمها. حلو كده. ففي ال ungroup data قلنا بستخدم ايه، بستخدم ال xbar اللي هو متوسط العينة بتاعتي، وبستخدم الميو في المجتمع. تمام. لو انا عندي مجتمع. حلو كده. طبعا انا كل شغلي في الاول ايه هيكون على الانجروب داتا. تمام. اللي هي ما فيهاش فيها كلاسز بمعنى صح. فهروح اعمل كده سيجما اكس اي. اكس اي دي اللي هي مجموع الارقام بتاعت اكس. تمام. على ان اللي هو عدد العينه. تمام كده. اللي هو بمعنى اصح المتوسط الحسابي العادي اللي احنا كنا بناخده من ايام اعدادي، اللي هو مجموع الارقام على عددها. بعد كده عندي الميو اللي هو متوسط المجتمع، هنقول بقى سيجما اكس على ان كابيتال. طبعا في فرق طبعا بين ان سمول وان كابيتال. قلنا الان سمول دي اللي عدد العينه، ان كابيتال اللي هو عدد المجتمع. تمام. واداني مثال كده بسيط، خمسة قصدي 3 و5 و6 و7 و2 و1 و4 هجمعهم كلهم طلع عندي 28. بعد كده ابدا اعد الارقام 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو كده، يبقى الان عندي ب7. قسمت 28 على 7 طلع عندي كام؟ باربعة. يبقى ده كده ايه المين بتاعي او اللي هو المتوسط الحسابي بتاعي. تمام. بعد كده بقى هخش عندي في الجروب داتا. الجروب داتا عندي بقى متقسمة ايه، متقسمة لثلاث حاجات. تمام. ايه هما؟ اول حاجة ممكن اجيب المين بتاعي في الجروب داتا باول طريقة اسمها السيمبل ميثود، اللي هي الطريقة البسيطة. تمام. تاني طريقة عندي ممكن اجيب بيها المين بتاعي برضو اسمها السيمبل ديفرنس ميثود، اللي هي الفروق البسيطة. تالت طريقة اللي هي السيمبل ايفيد ميثود، اللي هي الطريقة المختزلة. حلو كده. هنبدأ بقى نشرح كل طريقة عبارة عن ايه. تمام. والفروق بينهم. اول طريقة عندنا كانت اللي هي السيمبل ميثود. بعمل كده جدول، طبعا هو كان الدكتور مدينا كلاسز جاهزة عبارة عن اوزان ابقار. تمام. والكلاسز دي كان هو مقسمها لنا، جايبها لنا جاهزه كده، متقسمه من 20 ل 30، عباره عن خمس كلاسات باين. ادي 1 2 3 4 5 او خمس كلاسات، ومدينا برده الفريكوانسي برده بتاعهم. تمام. واحنا بس جبنا الاكس ميد بوينت والاكس ضرب اف اللي هو الفريكوانسي ضرب الاكس ميد بوينت. يعني هو كان مدينا الاثنين دول كده. تمام. في السؤال وقال لك اعملهم لي بطريقه السيمبل ميثود، وهات لي المين بتاعه، هات لي المين بطريقه الايه السيمبل ميثود. تمام. احنا بقى عملنا ايه؟ اول حاجه رحنا جمعين عدد الفريكوانسي، طلع عندي كام؟ طلع عندي 20. بعد كده جبنا الاكس ميد بوينت اللي هو ايه، قلنا 20 زائد 30 على 2 25 زي ما جيت شرحتها في اول محاضره. بعد كده تاني واحده هيطلع عندي ب 35 الاكس ميد بوينت، والثالثه هيطلع ب 45 اللي هو النقطه في النص. طبعا ملحوظه طبعا مهمه جدا، لو جيتوا لاحظتوا عندي الاكس ميد بوينت طلع بكام؟ طلع هنا ب 25. حلو كده. والكلاس انترفال عندي اللي هو ايه، اللي هو الفرق ما بين اول قيمه واقل قيمه في الكلاس نفسه، يعني الفرق ما بين 20 و30 اللي هو كام، هيطلع 10. ال10 دي بقى هعمل فيها ايه؟ لو انا جيت كده شفت كده قلنا ال25 دي كده
اللي هي كانت بتاعة الاكس ميد بوينت بتاع اول واحدة بتاع اول كلاسز، وقلنا الكلاس انترفال اللي هو كان طلع 10 هزود عليها 10 هتطلع عندي 35، هزود 10 تطلع 45، هزود 10 تطلع 55، بدل ما اقعد اجمع كل واحدة فيهم واقسم على 2. تمام، لان عندي الايه الوسط الحسابي هيبقى ثابت طبعا، لان الكلاسات عندي ثابتة لان الكلاس انترفال بتاعها ثابت. حلو كده، هبدأ بقى كده اجيب الاكس بار اللي هي المين بتاعي طبعا بالقانون ده، اللي هو عبارة عن ايه بقى، عبارة عن سيجما اكس ضرب اف على الفريكوانسي. طبعا انا هنا بعد ما جبت الاكس ميد بوينت هضرب بقى الفريكوانسي بتاعي اللي هو 3 في الاكس ميد بوينت اللي انا طلعته اللي هو 25، هيديني كام؟ هيديني 75. هبدأ اعمل كده في الخمس كلاسات. تمام، بعد كده اجمع بقى قيمة الاكس اف اللي انا ضربتها دي طلعت عندي بكام؟ طلعت عندي ب 870. تمام، ال 870 دي هقسمها على ال 20، يبقى انا كده كاني عملت بالظبط نفس الطريقه العاديه اللي هو ايه، مجموع القيم على عددها، ولكن هنا مجموع القيم عندي في الجروب داتا عباره عن الاكس ضرب اف. تمام، فطلع عندي ب 870 هقسمه على 20، يبقى كده القانون بتاعي كان الاكس بار بيساوي ايه، سيجما اكس اف على الفريكوانسي، يبقى 870 على 20 طلع بكام؟ ب 43.5. طبعا هو كان مدينا، طبعا انا بقول بعيد تاني، اللي هو كان مدينا الكلاسز والفريكوانسي جاهزين، لكن في الامتحان هو قال لنا ممكن ايه، ممكن يخلينا نحسب الكلاسز والفريكوانسي ونحسب كمان الاكس بار. يعني ممكن يدينا مثلا زي في الامثله اللي قبل كده، يدينا مثلا عينه من الابكار ويقول لك اعملها لي في تيبل، تمام، كلاسز، وحدد لي الكلاسز بتاعتها وشوف انت هتعملهم كام كلاسز براحتك، وسيب لك الموضوع طبعا مفتوح. وساعتها كنا هنستخدم اللي هو الان اس كي اكبر من ان، اللي هو القانون ده اللي انا بحسب بيه عدد الكلاسز. تمام، وبعد كده ابدا بقى احطهم بقى في جدول واحسب بقى الاكس ميد بوينت، بعد كده اضرب الاكس في اف، وبعد كده اجيب له ايه، اجيب له المين. ده لو هو عايز صعب علينا يعني. تمام، بعد كده هندخل على الطريقه الثانيه اللي هي الايه، السيمبل ديفرنس. تمام، طبعا انا ليه بستخدم الطرق دي، او ايه الفرق ما بين الطرق دي، اللي انا بصغر بس عدد الارقام، لكن الاساس بتاعي هي الطريقه الاولانيه. تمام، وطبعا هو في الامتحان مش هيجي يقول لي هيجي يقول لي على طول اعمل لي مثلا بالسيمبل ديفرنس، او اعمل لي مثلا بالسيمبل ايفيلد، او اعمل لي بالسيمبل ميثود، على حسب بقى هو عايز ازاي. يعني مش هيقول لك هات لي بس المين بس، هيحدد لك كمان الطريقه، فهو لازم تعمل له بالطريقه اللي هو قال عليها، لان لو عملته بطريقه تانية مش هيحسبها لك صح. تمام، ده زي ما هو قال يعني. طبعا برضو نفس الويت، الوزن اللي هو كان مديهولنا بنفس عدد الكلاسات بنفس الفريكوانسي بنفس الميد بوينت اللي انا كنت جايبه. الاختلاف عندي بقى في ايه، اللي انا هنا هزود بس مربع كده بسيط، خانه هنا بسيطه، هقول الاكس ميد بوينت ناقص القيمه اللي قدامها اعلى فريكوانسي. يعني انا هنا كده عندي الفريكوانسي اهو، اعلى فريكوانسي عندي بكام؟ اعلى فريكوانسي عندي ب7. تمام، قدامه كام ميد بوينت؟ الاكس ميد بوينت بتاعته بكام؟ ب45. فانا بالتالي كده هجيب الاكس ميد بوينت بتاع كل كلاسز واطرح منه اعلى اكس ميد بوينت قدام اعلى فريكوانسي. تمام، اللي هي كانت عندي ال45. حلو كده، فانا عندي في الاول واحد اللي هو كانت الاكس ميد بوينت بتاعته كام، ب25، هطرح منه 45 اللي هي اللي قدام اعلى فريكوانسي، الاكس ميد بوينت بتاعت اعلى فريكوانسي طلعت عندي بكام، طلعت عندي -20، وهكذا في الخمس كلاسات. تمام، ال 45 طبعا ناقص ال 45 كانت طبعا بصفر، وال 55 ناقص ال 45 طلعت ب 10، وهكذا طلعت ب 20. هعمل ايه بقى المره دي، هضرب الفريكوانسي في الخانه الزياده اللي انا جبتها اللي هي اكس ميد بوينت ناقص ال 45. حلو كده، اشوف عندي تطلع بكام. اما اجي اضرب التلاتة ضرب -20 طلعت عندي -60، والاربعة ضرب -10 طلعت عندي -40، وهكذا لحد الاخر. بعد كده اجمع كل الارقام دي اشوف هي طلعت عندي بكام، لو جيت جمعتها تطلع عندي -30. تمام، يبقى اذا عندي هجيب بقى المين، اشوف القانون بتاعه الاول بس هو ايه. القانون بتاعه اللي هو الاكس بار بيساوي ايه بقى، سيجما اكس ناقص 45 ضرب اف اللي هو الفريكوانسي ضرب اكس ناقص 45، او اللي هو الاكس ميد يعني، قسمة الفريكوانسي. تمام، انا هنا كنت طارح ايه، كنت طارح الاكس ميد بوينت اللي قدام اعلى فريكوانسي، مش انا كنت طارح هنا في الجدول هزودها هنا تاني. تمام، بس هو ده القانون، بمعنى اللي انا بعد ما جبت السيجما اللي هو ده -30، تمام، هقسمه على عدد الفريكوانسي سيجما فريكوانسي، تمام، اللي هي ب 20، يبقى هو كده -30 على 20 طلعت بكام؟ -1.5. طبعا انا هنا ما جمعتش عليها لسه ال 45، رحت بقى عاملها هنا في الخطوه دي، يبقى 45 زائد -1.5 يبقى اللي هي ناقص 1.5 على طول، يعني تطلع عندي بكام؟
بتطلع عندي ب 43.5 برضو، نفس زي ما كنت مطلعها قبل كده. الفرق بس اللي انا ايه بسطت الارقام هنا، خليتها ارقام قليله، بدل ما كانت 800 وحاجه بقت -30. تمام، يعني هنا كانت عندي الارقام كام؟ كانت عندي الارقام كبيره جدا 870. حلو كده، فهو الدكتور عايزنا نقلل الارقام بحيث ان هي تكون اسهل اما اجي اعبرها بطريقه رسم بيان. ده الفايده من اللي انا باخده ده. فطلع عندي برضو نفس الناتج اللي هو -43، الناتج عندي مش هيتغير، لكن الفكره ان انا بس ببسط الارقام. حلو كده، كده يبقى كده ايه تاني طريقه عندي خلصت. تمام، اخش بقى على تالت طريقه اللي هي السيمبل ايفيد. تمام، اشوف بس هنا كنا كاتبين ملاحظه، قلنا هنا هو اختار لا طبعا الملاحظه دي انا كنت كاتبها فيها غلطه. انا كنت في الاول بحسب على اساس ان انا باخد الكلاس اللي في النص، يعني انا دول 5 كلاسات، بطير 2 من فوق وطير 2 من تحت وشوف ايه اللي اتبقى عندي في النص اللي هو ده، فبالتالي ايه احسب الاكس ميد بوينت بتاعه. طبعا الكلام ده هو صح ما هوش غلط، لكن الدكتور قال اعمل بالطريقه بتاعتي افضل، عشان ايه؟ عشان ما ينقصش حد يعني. تمام، وان هو قصده في الاخر ان هو يقلل الارقام، فبالتالي بياخد الاكس ميد بوينت بتاعت اعلى فريكونسي. الاخر طريقه بقى اللي هي السيمبل ايفيد. تمام، عباره عن برضو نفس الكلام، الويت بتاعي بال5 كلاسات والفريكونسي برضو والاكس ميد بوينت برضو بتاعي ثابت زي ما هو، ولكن المره دي هزود بقى حاجتين، هزود حاجه كمان. انا في اللي فوق كنت بعمل ايه؟ كنت بقول الاكس ناقص ال45 اللي هي اللي قدامها اعلى فريكونسي. تمام، هزود عليها بقى قسمه الكلاس انترفال بتاعي. احنا قلنا الكلاس انترفال بتاعي بكام؟ اللي هو 20 ناقص 30 ب 10. تمام، فهقسم على الكلاس انترفال. تمام، وانا كاتب القانون اهو، اكس ناقص قيمه المنتصف اللي هي الاكس ميد بوينت قسمه الكلاس انترفال. حلو كده، دي اللي هي الخطوه دي. طبعا عشان اجيب بقى الاكس ميد بوينت، قصدي عشان اجيب المين، قصدي اللي هو الاكس بار عفوا. حلو، هعمل ايه؟ نفس الطريقه بقى. يبقى بعد ما هجيب بعد ما احسب الاكس ميد بوينت، تمام، واطرح منها ال45 واقسم على 10، تمام، واشوف الرقم بتاعي كام، هضرب بقى الفريكوانسي ضرب الناتج ده، يعني هقول 3 ضرب سالب 2 هيطلع عندي -6. تمام، انتوا كده معايا ولا؟ يعني انا هنا كده فوق كنت بعمل ايه؟ انا فوق كنت بضرب الفريكوانسي في الاكس ميد بوينت ناقص 45. تمام، الخطوه دي هفضل اعملها برضه تحت. انا هنا تحت ايه اختصرتهم، يعني انت هنا هتعمل جدول تطوله. بمعنى ايه؟ بمعنى هتكتب دي كده في خانه لوحديها وتحسب قيمتها، بعد كده الخانه الثانيه تروح كاتب فيها ده كله وتحطه هنا وتحسب برضو تشوف الناتج بتاعها جايب طلع كام. حلو كده، مش تختصرهم كده، لكن انا كنت مختصر. حلو، بعد ده هحسب بقى الفريكوانسي ضرب الاكس ناقص 45 على 10، طلع عندي -6، وهكذا كل الارقام دي. فطبعا الارقام هنا طبعا قلت خالص زي ما انتم شايفين، طلعت عندي بكام في الاخر؟ طلعت عندي -3. بعد كده ابدا بقى اعوض في القانون. طيب القانون بتاعي طبعا هنا ايه؟ القانون بتاعي هنا زي ما انا كده كنت ضارب الفريكوانسي ضرب الفريكوانسي ضرب اللي هي اكس ناقص 45 على 10. تمام، السيجما بتاعتهم اللي هو كان -3 على سيجما فريكوانسي اللي هو كانت ب 20. حلو كده، زي ما هنا مش انا كنت قسمت على 10، يبقى هرجع اضرب تاني في 10، وكنت طرحت 45، يبقى هرجع اجمع هنا برضو 45 تاني. بس دي الطريقه يعني. يعني كده قلنا الناتج العمليه دي كده السيجما بتاعتها طلع كام، طلعته انا -3 اهو، يبقى -3 عندي على 20. حلو كده، ضرب 10 اللي انا كنت قسمت عليها زائد ال 45، وابدا احسب العمليه دي اشوف هتطلع بكام. يبقى طبعا -3 على 20 طلعت عندي -15% ضرب 10 زائد 45. طبعا -15% ضرب 10 اللي هي تطلع -1.5. حلو كده، لو جيت جمعتها على 45 هتطلع عندي برضو 43.5. يبقى اذا عندي كده الايه قيمه المين ثابت ما اتغيرتش، ولكن الطريقه اختلفت بحيث ان انا بس ببسط الارقام مش اكتر. حلو كده، طبعا في الامتحان زي ما قلت كده هو اللي هيحدد لنا الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها، وعلى حسب بقى الدكتور عايز نجيبها بأني طريقه يعني. تمام، ولو جينا لاحظنا برضو حاجه هنا برضو مهمه جدا، اللي انا عندي الارقام هنا فوق الصفر كانت تعتبر هي متشابهه مع اختلاف العلامه بس، فدي برضو ملاحظه.
نكمل بقى بعد كده. احنا كده كل ده كنا بنخلص المين اللي هو اول حاجه، بس نخش بقى على تاني حاجه في مقاييس النزعه المركزيه، تمام؟ اللي هي عباره عن الميديان، تمام؟ اللي هو الوسيط. الوسيط ده اللي هي القيمه اللي في النص باختصار يعني. الوسيط ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن القيمه اللي في النص. يعني مثلا لو اديك مثلا مجموعه ارقام سواء بالترتيب او مش بالترتيب، هات القيمه اللي في النص بتاعتها، يبقى هو ده الوسيط اللي هو الايه؟ اللي هو الميديان، تمام؟ طبعا احنا هنا بنقسمه لحاجتين، اعداد فرديه واعداد زوجيه. الاعداد الفرديه اللي هي الاود، والاعداد الزوجيه اللي هي الايفن. حلو كده، ونشوف كل واحده طريقتها ازاي. طبعا هي طريقه، طبعا طريقه بسيطه انا شارح بيها، وليها طريقه تانية اللي هي طريقه الدكتور اللي احنا هنشتغل بيها، تمام؟ ولكن الطريقه البسيطه دي احنا ممكن نعرف بيها بس الحل، وبعد كده نكتب طريقه الدكتور عشان ما نتلخبطش، تمام؟ بعرف انا هنا برضو بقول ان المتوسط هو الرقم اللي في المنتصف بعد ما رتب الارقام تصاعدي او تنازلي، اللي هو ascending او descending، تمام؟ اول حاجه في الاود اللي هي الاعداد الفرديه، الرينج بيساوي عندي كام، اللي هو عشان اعرف الرقم طبعا اصح يعني هقول عدد العينه زائد واحد على اتنين، تمام؟ طبعا القانون ده بيحدد مكان الرقم ومش بيحدد الرقم نفسه، دي طبعا ملحوظه مهمه جدا. حلو كده، فراح الدكتور كان مدينا مثال اللي هو مثلا 1 2 3 4 5 6 7، عايزنا نجيب ايه؟ عايزنا نجيب الميديان بتاعه اللي هو الايه؟ المتوسط بتاعه. طبعا الطريقه البسيطه اللي انا شرحتها اللي هي ايه؟ اللي انا بشوف عندي دول كام رقم؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، تمام؟ انا عوضه مجازا يعني، ما بيفرقش معايا برضو عدد برضو الارقام. اللي هي الطريقه عباره اللي انا بحذف اول رقم من هنا مع اخر رقم من هنا، واول رقم من هنا مع تاني رقم من هنا، وهكذا لحد ما اشوف هيتبقى لي ايه في النص. هنا اتبقى لي كده رقم واحد اللي هو الاربعه، تمام؟ يبقى اذا هو ده الميديان بتاعي او المتوسط بتاعي. طبعا انا ما ينفعش برضو في الامتحان نعمل كده، لان الدكتور قال لازم تعمله بالطريقه بتاعتي. حلو كده، الطريقه بتاعت الدكتور اللي هي ناخدها في مثال تاني، ادانا مثلا 20 و17 و2 و1 و15. هبدا الاول ارتبهم، تمام؟ زي ما انا كاتب كده في اول خطوه ارتب، يبقى 1 2 15 17 20. حلو كده، بعد كده احذف من كل طرف. لو انا جيت حذفت من كل طرف 2 هيبقى الميديان بتاعي 15. كلام جميل. بطريقه الدكتور بقى احنا عندنا الان اللي هو عدد الارقام كام؟ عدد الارقام عندي 5، ادي 1 2 3 4 5، 5 ارقام، تمام؟ يبقى قلنا كده ان زائد 1 على 2 اللي هو 5 زائد 1 ب 6، على 2 ب 3، يبقى انا كده هشوف الرقم الثالث. زي ما احنا قلنا كده فوق بيحدد مكان الرقم وليس ايه؟ وليس الرقم نفسه. حلو كده، تمام. ابدا بقى كده اشوف هنا، قلنا هيطلع الرقم الثالث، تمام؟ ابدا اعد هنا من الارقام. طبعا انا رتبت طبعا تصاعدي، يبقى كده ده كده الرقم الاول، ده الرقم الثاني، ده الرقم الثالث، يبقى الميديان بتاعي انهي؟ رقم 15. اشوف الرقم الثالث بعد ما ارتب واختار اللي هو هيطلع كام، رقم 15. طيب في الايفن برضو نفس الكلام، اقدر امشي برضو بالطريقه البسيطه عشان اعرف الارقام ايه هي، بعد كده اكتب بطريقه الدكتور عشان لو اتلخبطت اتاكد ان انا ماشي صح. القانون بقى كان ايه اللي الدكتور اداهولنا؟ ادانا ان على 2 زائد ان زائد 2 على 2، تمام؟ الكل يعني ده كده الكل قسمه 2. حلو كده، تمام. ان على 2 الاولانيه دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن القانون اللي بستخدمه عشان احدد الرقم الاول، ده لو الاعداد عندي زوجيه، تمام؟ والان زائد 2 على 2 ده القانون اللي بستخدمه عشان احدد الرقم الثاني. بعد ما احدد الرقمين واعوض عن قيمتهم هنا وهنا، بجمعهم واقسم على 2 عشان اجيب الايه؟ عشان اجيب الميديان اللي هو الايه؟ المتوسط. مثال بسيط طبعا بدل الرغي ده كله، مديني هنا مثلا 1 2 3 5 7 8 9 10. طبعا مش مديني ارقام، طبعا هو الارقام هنا مكتوب بالترتيب، لكن الارقام طبعا مش ورا بعضيها يعني، في فرق طبعا يعني 3 و5 على طول. فانا ممكن احلها طبعا بالطريقه الاولانيه اللي هي ايه؟ زي ما انتم شايفين كده تحت، قلنا اول حاجه ارتب الارقام تصاعدي، تاني حاجه احذف الارقام من الطرفين لحد ما يتبقى لي رقمين في المنتصف، بعد كده اجمع الرقمين دول واقسمهم على 2، تمام؟ ده القانون باختصار يعني. اللي انا عندي كده ارقام اهو، حذفت الرقم الاولاني مع الرقم الاخير من هنا، والرقم الثاني مع الرقم الثاني من هنا، وهكذا لحد ما اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي رقمين في النص. ما انا ينفعش احذف ده واحذف ده، مش هيبقى لي حاجه في النص، فبالتالي الرقمين اللي اتبقوا عندي كام؟ 5 و7. حلو كده، هجمعهم، اقول 5 زائد 7 على 2 بيساوي كام؟ بيساوي 6. ده كده بالطريقه البسيطه اللي انا ايه؟ اللي احنا ممكن نعرف بيها نتاكد بس احنا جايبين ارقام صح ولا غلط. بطريقه الدكتور بقى هنقول الرينج، هنقول كده 2 على 2، ده كده عشان يديني الرقم الاول، و ان قصدي على 2 عشان يديني الرقم الاول،
وان زائد 2 على 2 عشان يديني الرقم التاني، بعد ما اعوض عن قيمة كل واحدة فيهم اقسم على 2 عشان يديني ايه، يديني الميديان ذات نفسه هيساوي كام. فهبدأ اجيب اول حاجة الرقم الاول اللي هو ان على 2، يبقى 8 على 2. كان مجموع الارقام طبعا كانوا 8 ارقام، 8 على 2 ب 4. بعد كده ارجع اشوف الرقم الرابع ده بعد ما رتبت اللي هو ايه، ادي كده 1 2 3 4، يبقى الرقم الرابع بتاعي اللي هو الخمسة. تمام زي ما انتم شايفين كده، يبقى كده اروح معوض عنه بخمسة. بعد كده يبقى انا كده جبت اول حاجة، اول خانة. بعد كده ابدأ اجيب الخانة التانية اللي هي بتاعت ان زائد 2 على 2 اللي هي دي، تمام، واشوف هتساوي كام. اعوض بقى برضو عن قيمة الان ب 8، يبقى 8 زائد 2 ب 10 على 2 ب 5. يبقى انا كده هشوف الرقم الخامس ايه هو. تمام ارجع تاني كده وعد لحد ما اوصل للرقم الخامس، ادي كده 1 2 3 4 5، يبقى الرقم الخامس بتاعي اللي هو 7. يبقى ارجع واكتب ال7. حلو كده، يبقى بعد ما رتبت الرقم الخامس بعد الترتيب هو كام، هو رقم 7. بعد كده اعوض في القانون بقى عن قيمة الارقام دي اللي هي الخمسة اروح منزلها في مكانها، والسبعة اروح جايبها في مكانها، واجمعهم هما الاتنين واقسم على 2 يديني كام، يديني 6. تمام دي الطريقة اللي احنا لازم نكتبها في الامتحان عشان الدكتور يدينا الدرجة. نكمل بعد كده بقى المود اللي هو المنوال. المنوال ده بقى عبارة عن ايه، هو القيمة الاكثر تكرار باختصار كده، يعني القيمة اللي بتتكرر باستمرار. تمام، وده بيكون برضو للكواليتيتيف فاريبل، بمعنى اللي هو بيكون للكمية الوصفية وليس الكمية الكمية. تمام، كان بيدينا الدكتور مثال برضو عدد الطالبات اللي كانوا لابسين طرح، والطرح دي كانت بألوان بلو ريد يلو بلاك. تمام، وبدأ يعد كم طالبة لابسة عندها اللون مثلا بلو، كم طالبة مثلا عندها لابسة اللون الطرحة لونها أحمر، وهكذا يعني. فبعد ما عد طلعت عنده الأرقام بالطريقة دي، 5 4 7 تمام 2 7 7 وهكذا. تمام، فهو عايز يخلينا نجيب المود. المود بتاعي اللي هو ايه، اللي هو القيمة اللي اتكررت اكتر حاجة. طبعا عندنا لو لاحظتوا السبعة اتكررت 3 مرات. تمام، فبالتالي كده ايه المود بتاعي هو السبعة. بعد كده رسمناها برسمة بسيطة جدا اللي هي الرسمة دي، قلنا السبعة اتكررت 3 مرات، فبالتالي ايه عملنا 3 قمم كده بالطريقة دي. تمام، لانها اتكررت 3 مرات. بعد كده ادانا assignment. الاساينمنت ده كان عايزنا نعمله ايه، نعمله بطريقه السيمبل ايفلد ميثود. تمام، اللي هي ايه الطريقه المختصره عشان اجيب له المين. نبدا نشوف الاساينمنت ده هيتحلوا ازاي. طبعا كتبنا، طبعا كان مدينا طبعا زي ما انتم شايفين كده الكلاسز جاهزه، ومدينا الفريكوينسي جاهز بالمجموع بتاعهم، وهو عايزنا بس نجيب الايه، نجيب المين بتاعه. هبدأ أعمل إيه؟ أول حاجة قلنا أول حاجة محتاجين نجيب الكلاس انترفال، ومحتاجين نجيب الإيه؟ الميد بوينت بتاع الإكس بتاع كل كلاس يعني بمعنى أصح. أول حاجة الكلاس انترفال قلنا اللي هو أعلى قيمة ناقص أقل قيمة في كل كلاس، يعني هو كان هنا بدأ الكلاسات عندنا من 35 ل 40، يبقى أعلى قيمة عندي 40 ناقص 35 ب 5، يبقى الكلاس انترفال عندي بكام؟ ب 5. بعد كده عايز أجيب الميد بوينت. تمام، هجمع الرقمين وأقسم على 2، طلع عندي بكام؟ طلع عندي ب 37.5. طبعا زي ما قلنا كده، قلنا الاك قلنا الكلاس انترفال ثابت، يبقى انا كل اكس ميد بوينت هزود 5 على ال 37.5، يعني انا لو زودت 7، لو زودت على ال 37.5 الاولانيه دي 5 هيطلع عندي 42.5، نفسها هي هي لو حسبت وجمعت ال 40 زائد ال 45 وقسمت على الاثنين. بدل ما اجمع واقسم كل مره، انا اجيب بس اول واحد وازود قيمه الايه؟ قيمه الكلاس انترفال. حلو كده؟ تمام. بعد كده ابدا اعمل ايه؟ طبعا في حاجة بس كده بسيطة هنا، طبعا أنا المثال ده كنت حله بالمفهوم الغلط اللي عندي، اللي أنا باخد الرقم اللي في النص. تمام، والدكتور قال لي لأ، هي كده اللي كان في الآخر هيطلع الناتج صح، اللي هو هيطلع 49 و25 عشان ما نستبس بس الأحداث. ولكن قال لي إيه، قال لي إحنا بنشوف اللي قدام أعلى فريكونسي وآخد الإيه، وآخد الإكس ميد بوينت بتاعته. حلو، فأنا كنت شرحه هنا في المحاضرة رقم 4 في الأول، قلت اللي أنا كان عندي غلطين في البداية كده، قلت اللي أنا كان عندي غلطين في الأساينمنت اللي فات. الغلطين ايه هما؟ اللي انا باخد زي ما قلت اللي قدام اعلى فريكوانسي واشوف الايه، واشوف الاكس ميد بوينت بتاعته بكام، وهي دي اللي انا بطرحها. تمام، من الاكس ميد بوينت بتاعت الكلاسات اللي بعد كده. وتاني حاجه اللي انا هنا في الاول لو انتوا كنتوا لاحظتوا، كنت بقول اكس ناقص الاكس ميد بوينت بتاع الرقم اللي انا بحسبه على الكلاس انترفال على طول، يعني كنت بختصر، ما كنتش بكتب الخطوه دي خالص، كنت بختصرها واكتب دي على طول. تمام، فهو قال لي لا ما تختصرش، اكتب وفهمني انت جبتها ازاي.
فقلت له حاضر يا دكتور. وزي ما انتم شايفين كده برضو عملتها برضو تمام، وكانت بالطريقة دي كده. يبقى احنا الاول كده كتبنا الكلاس، كنا كاتبين الفريكونسي، وشفنا اعلى فريكونسي عندي كان السبعة، كان 17، وجبنا الاكس ميد بوينت زي ما انتم شفتوا طلع عندي ب 52 تمام. بعد كده هبدأ اطرح بقى الاكس ناقص 52، يعني 37.5 ناقص 52 طلع عندي بسالب 15، 42.5 ناقص 10 ناقص قصدي 52 طلعت عندي بسالب 10، وهكذا، واشوف الارقام طلعت كام. بعد كده هقسم الارقام دي على قيمة الكلاس انترفال بتاعي اللي انا كنت جايبه اللي هو كان ب 5 تمام. يبقى سالب 15 على 5 بسالب 3، سالب 10 على 5 بسالب 2، سالب 5 على 5 بسالب 1، وصفر على 5 برضو بصفر، و5 على 5 بواحد، وهكذا تمام. بعد كده اضرب بقى الفريكوانسي في قيمة الناتج اللي طالع عندي من هنا تمام، يعني هقول كده 3 ضرب سالب 3 هيطلع عندي بسالب 9 تمام. وهكذا لحد ما طلع الارقام كلها زي ما انتم شايفين كده تمام. بعد كده اجمعها اجيب السيجما بتاعتهم، جمعها طلع كام؟ طلع سالب 26 تمام. بعد كده اعوض بقى في القانون عشان اجيب المين بتاعهم. المين بتاعهم بقى هيطلع بايه؟ هتقول كده الاكس بار هي عباره عن السيجما بتاعت الاف اللي هي الفريكوانسي ضرب الاكس ناقص 52.5 على 5 تمام. الكل اسمه سيجما فريكوانسي، طبعا هنا في سيجما، سيجما الفريكوانسي ضرب الكلاس انترفال اللي انا كنت قسمته لو انتوا تفتكروا، ده انا قسمته هنا اهو دلوقتي، كنت اسمه هنا اهو حلو تمام، زائد ال 52.5 اللي انا كنت بطرحها هنا حلو كده. وابدا اشوف هيطلع معايا الناتج ازاي. يبقى الاكس بار بتاعتي هتطلع سيجما العمليه دي كلها طلعت عندي بسالب 26، يبقى سالب 26 على سيجما فريكونسي كان عندي بسالب ب 40، يبقى سالب 26 على 40 تمام ضرب 5 زائد 52 على الاله طلع عندي بكام؟ طلع عندي ب 49 وربع. وكده المحاضره رقم 3 خلصت بالاساينمنت بتاعها تمام. وهندخل على المحاضره رقم 4، كفايه لحد كده، وهعمل فيديو تاني للمحاضره رقم 4 و5 تمام، وان شاء الله هنزله لكم برده النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى بس اكون عرفت اشرح على قد ما اقدر تمام، وما تكونوش زهقتوا مني من الفيديو طويل ودعواتكم، وان شاء الله يكون امتحان سهل. وباذن الله المحاضره رقم 4 و5 هنزلها برده كمان على بالليل مثلا كده بعد ما اكون خلصتها ان شاء الله، وهرفعها برده. السلام عليكم.